أمام منازل زعماء طرابلس في شمال لبنان، صب محتجون جام غضبهم، أضرموا النيران في مستوعبات القمامة وحطموا كاميرات المراقبة، محملين سياسيي المدينة مسؤولية أوضاعهم المعيشية الصعبة التي فاقمها تشديد إجراءات الإغلاق العام الأخيرة. وأسفرت المواجهات مع قوات الأمن مساء الخميس عن إصابة 33 شخصاً بجروح بحسب تغريدة للصليب الأحمر اللبناني. عم بقول لهم اقتلوني لأنه هذا العيش اللي عايشة قرف، نحن لو نازل لموت بشرف ما لعيش بقرف، بيكفي فقر بيكفي جوع. وتوفي شاب الخميس متأثراً بإصابته خلال المواجهات ليلة الأربعاء، ما أثار غضباً واسعاً في المدينة ونقمة ضد قياديها وبينهم رئيس حكومة ووزراء سابقون ممن يتصدرون قائمة أثرياء البلد. أول سلال عسكري رصاص حي، شو رسلنا ناكل؟ طعمونا شربونا نطلع من الشارع. وبحسب تقديرات للأمم المتحدة عام 2015 يعاني 26% من سكان طرابلس وحدها من فقر مدقع، ويعيش 57% عند خط الفقر أو دونه، إلا أن هذه النسب ارتفعت على الأرجح مع فقدان كثيرين وظائفهم أو جزءا من مدخولهم على وقع الانهيار الاقتصادي الأسوأ في تاريخ لبنان.